بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. تعددت رحلات وأسفار الإمام البخاري العلمية عشان يقدر ياخد عن أكبر قدر من شيوخ الحديث الشريف، ويقدر إنه كمان يروح ليه بسبب ياخد الرواية، يبقى في رواية ويبقى في تحديث كذلك عند هؤلاء المحدثين. فزار الإمام البخاري أكثر البلدان الإسلامية في زمانه للسماع من علمائها وأهل الاختصاص في الحديث الشريف وعلومه. لذا فقد كان للإمام البخاري شيوخ كتير جدا، الحقيقة لا يحصى لهم عدد، وألف كتير من أهل العلم في أسماء شيوخ الإمام البخاري. حتى ذكر الإمام النووي وقال هذا الباب واسع جدا لا يمكن استقصاؤه، وده بيعبر عن كثرة شيوخ البخاري، لأنه طبعا زي ما حضراتكم عارفين ابتدأ طلبوا للعلم في بلده بخارى بعد خروجه من الكتاب مباشرة اللي هو مكتب تحفيظ القرآن الكريم، وبعد كده سمع من شيوخ بلده في بخارى، ثم توسع ورحل إلى الأقاليم اللي هي بتجاور بخارى عشان يسمع من شيوخها الحديث الشريف، فرحل إلى بلخ وقلنا اللي هي موجودة الآن في شمال أفغانستان، ومروا كذلك هي في تركمانستان موجودة في أسيا هي كذلك، وكذلك في الري في الجنوب الشرقي لمدينة طهران في إيران، وكمان راح نيسابور مدينة في مقاطعة خراسان بتقع يعني شمال شرق إيران أو شمالي شرق إيران، وهي عاصمة خراسان القديمة، وبتعد من أشهر مراكز الثقافة والتجارة والعمران اللي كانت موجودة في العصر العباسي. كان عمر الإمام البخاري أول مرة دخل فيها نيسابور كان حوالي 15 سنة، يعني ده سن صغير جدا، لكنه عشان ابتدأ حفظ القرآن الكريم من سن صغيرة، وزي ما هو قال وبيحكي في سيرته الذاتية أنه ألهم أن يحفظ الحديث وهو في الكتاب، أول ما خرج من الكتاب تتلمذ على كل المشايخ اللي موجودين في بلدته بخارى في الحديث الشريف، وشوفوا بقى شوف الحديث الشريف كان واصل إلى كل هذه الأماكن وكذلك لكل الأقاليم المجاورة لبخارى. وذكر الإمام حتى الحاكم النيسابوري وهو من علماء الحديث، هو اتولد في 321 هجرية، وهو بيحكي عن قدوم الإمام البخاري لنيسابور، فبيقول أول ما ورد نيسابور كان 209 هجرية، وده في بداية مراحل نيسابور كان رايح طالب علم. وبعدين بيحكي الحاكم النيسابوري بيقول ووردها أي نيسابور في الأخير بعد ذلك، يعني في سنة 250 أقام بها حوالي 5 سنوات يحدث على الدوام، يعني أول ما راح نيسابور راح ليطلب علوم الحديث الشريف، وبعد كده بقى كمل الرحلة بتاعته في طلب العلم، وبعدين رجع تاني لنيسابور لكن رجع إليها محدثا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين ارتحل إلى الحجاز فدخل مكة، ثم رحل إلى المدينة المنورة واستقر بها مدة، وألف هناك كتاب التاريخ زي ما قلنا قبل كده، ثم انطلق في الأمصار المتنوعة والمتعددة، وشملت رحلات الإمام البخاري أغلب الحواضر والعواصم العلمية في وقته، المدن اللي كان فيها نشاط علمي وكانت مشهورة بكده، وكانت مشهورة بتعليم الحديث النبوي الشريف وفيها أئمة المحدثين. فرحل الإمام البخاري إلى العراق
في العراق وواسط والكوفة والبصرة وبالشام، دخل دمشق وحمص وعسقلان ورحل كمان إلى مصر. كل العواصم اللي كانت معلومة ومعروف عنها بأن فيها أئمة الحديث الشريف وكان فيها نشاط علمي، رحل إليها الإمام البخاري. وأورد المحدث والمؤرخ الكبير الخطيب البغدادي، ذكر أن الإمام البخاري رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار، يعني سافر لكل البلاد التي كان فيها أكبر المحدثين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يتلقى منهم العلم. وذكر كمان أنه كتب بخراسان ومدن العراق كلها وبالحجاز والشام ومصر، فكانت له رحلة طويلة وكبيرة ومتنوعة. أثناء رحلات الإمام البخاري الكتيرة والمختلفة، لقي الإمام البخاري أكثر من 1000 رجل من أهل العلم في الحديث الشريف، وهو نفسه قال هذا الكلام. لقاهم والتقى بهم في هذه الأقطار المختلفة اللي هو سافر إليها طالبا للحديث الشريف. وحتى كان من شدة حرصه لو في حد من كبار المحدثين هو ما رحلوش بيجتهد أنه يروح، يعني من شدة حرصه على طلب الحديث الشريف أراد الرحلة إلى اليمن عشان يسمع من عبد الرزاق الصنعاني اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، المحدث اليمني الكبير. فلم يقدر للإمام البخاري أنه يقدر يروح له لأنه سأل عنه، فقالوا يعني سأل ألا يزال حيا، فأخبروه خطأ بموته وكان لم يكن مات بعد. لكن لحرصه على علم عبد الرزاق الذي لم يتمكن للذهاب إليه، سمع البخاري حديث عبد الرزاق من يحيى ابن جعفر. طبعا لما بيروح للشيخ اللي هو الأصل بيكون أقوى، هو راح كذلك لمن تتلمذ يعني على يد هذا الشيخ وأخذ منه حديث عبد الرزاق ذلك المحدث اليمني الكبير. وطبعا نظرا لرحلات الإمام البخاري الواسعة في طلب الحديث الشريف من الشيوخ في الأقطار الشاسعة، تميز في علم الحديث الشريف واشتهر بين الناس البخاري، اشتهر بعلمه واشتهر بدقته، فقصده كثير من طلاب العلم، تتلمذ على البخاري وسمع واستفاد منه عدد كبير جدا من طلاب الحديث الشريف. وكان عدد الطلبة اللي بيحضروا مجلس الإمام البخاري عددهم كان كبير جدا، حتى قال أبو علي صالح بن محمد الملقب بجزرة، كان محمد بن إسماعيل يقصد الإمام البخاري، يعني كان محمد بن إسماعيل البخاري يجلس ببغداد وكنت أستملي له، يعني بيطلب منه أن يقرأ، يعني يقرأ له وبعد كده هو يكتب مما يسمعه منه. فبيقول يجتمع في مجلسي أكثر من 20,000. وروى حتى الخطيب البغدادي عن محمد بن يوسف وقال إنه اللي هو أحد أكبر تلاميذ الإمام البخاري، إنه قال سمع الصحيح من البخاري، وأنا بسمع، عايز يقول وأنا بسمع الصحيح أو الجامع الصحيح من البخاري، سمع معايا نحو من 70,000 واحد سمعوا معايا البخاري. أنت متخيل كم طلبة العلم اللي كانوا بيجوا من شرق ومن الغرب ويعرفوا مثلا إن هو هناك في بلد أو في مصر من الأمصار أو في إقليم من الأقاليم يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كم طلبة العلم اللي بيروحوا عشان يستمعوا إلى الجامع الصحيح من للإمام البخاري. وروي إن عدد يعني من هؤلاء أو من سمع منه أو هؤلاء الذين سمعوا منه كتابه الجامع الصحيح، في بعض الروايات جاءت أنه ما بين 70,000 ل 90,000 طالب علم استمعوا للجامع الصحيح. يعني عايزين نقول أنه طافت شهرة الإمام البخاري في جميع الأمصار والبلدان، اشتهر تميزه ونبوغه في الحديث الشريف، فذاع عنه سعة حفظه، وذاع عن الإمام البخاري تثبته،
وكمان إتقانه في الحديث الشريف، فبدأ يقبل عليه طلاب الحديث ويسعون إليه ويعملوا يتحلقون، لما يجدوا يتحلقون حوله حلقا حلقا طلبا للرواية عنه والسماع منه. يعني إما بيطلبوا يسمعوا حديث رسول الله وشروح الحديث، أو الرواية إنهم يرووا عن الإمام البخاري، لأن مجالس الحديث عند المحدثين إما إنها تكون مجلس تحديث ومجلس التحديث، وفيه بيروي المحدث على الملأ، المحدث الذي يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بيروي كده على الملأ أحاديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقوم بأنه يبينها لهم ويشرحها لهم وهكذا. بيقتدون في ذلك علماء الحديث بمجالس التحديث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعقد مجلسا بيذكر فيه أصحابه بالله عز وجل، ويحثهم على مكارم الأخلاق، ويضرب لهم الأمثال للوعظ، وبيعلمهم دقائق الشريعة. وعلى نفس هذا المنوال كان الصحابة يسيرون مهتدين بهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. حتى كمان أئمة الحديث، طريقة النبي لما كان يدخل المجلس وهو متطيب ومتجمل، وطريقة جلسة النبي، وطريقة تحديث النبي بحديثه صلى الله عليه وسلم، وتعامل الصحابة مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس علم له أداب الطالب العلم أو آداب المريد مع شيخه، وشيخ الأشياخ وأستاذ جميع العالمين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة اتعلموا آداب المجلس كلها من طريقته صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يحاكوا هذه الطريقة في مجالس التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا مجالس الحديث إما التحديث بالحديث، يقولوا الأحاديث ويشرحوها ويبينوها، أو الإملاء. مجلس الإملاء ده اللي بيعتبروا علماء الحديث أعلى مراتب الرواية، يعني يروي عن شيخه. فاللي بيقعد في مجلس البخاري إما بيجلس في مجلس تحديث فيسمع الحديث وشرح الحديث النبوي الشريف، أو إنه بيجلس إلى الإمام البخاري ليروي عنه ما سمع. فكانوا بيتحلقون حول، يعني يبقوا حلق حلق حوالين الإمام البخاري ليكتبوا الرواية عن الإمام البخاري، لدرجة إن طلاب العلم كانوا بس مجرد بس يشوفوا الإمام البخاري يجروا وراه. بيجروا وراه ليه؟ ملتمسين لعلمه، ولأنه معلوم ومعروف بدقته وضبطه. قال محمد ابن أبي حاتم وراق البخاري، وكنا تكلمنا عن وراق البخاري قبل كده، وقلنا أنه هو كان من أخص تلاميذ الإمام البخاري، وأكثرهم كان ملازم كتير جدا للإمام البخاري، وأكثرهم رواية لأخباره. وكمان كان وراق البخاري بينسخ بيكتب، يعني لو كان الإمام البخاري بيكتب يعني في شكل مسودات، فكان وراق البخاري يقوم بنسخها بإعادة كتابتها بطريقة منمقة ومنظمة. وحتى ذكر ابن حجر العسقلاني أن الإمام الجليل أبو عبد الله محمد ابن أبي حاتم الوراق، وهو بيقول وهو الناسخ اللي كان بينسخ بينقل كتب الإمام البخاري وينمقها. وكان ابن حجر العسقلاني بيقول إن وراق البخاري كان ملازم له في كل اللحظات، وفي السفر في الحضر، فكتب كتبه كلها. قال محمد، فهذا الرجل اللي هو محمد بن أبي حاتم وراق البخاري، كان بيقول إنه كان أهل، بيوصف حال أهل العلم مع الإمام البخاري، فبيقول كان أهل المعرفة يعدون خلفه طلب الحديث وهو شاب، وهو ما زال لسه صغير في السن، ما زال شابا، ومش شاب يعني، لا ده شاب حديث السن. طلاب المعرفة وطلاب علم الحديث أول ما يشوفوه يجروا وراه وهو ما زال صغير، لأنه ابتدى العلم وهو صغير. فحتى هو بيقول حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطرق، فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه، وكان شابا لم يخرج وجهه. يعني عايز يقول كانوا بيقعدوه يحيلوه بقى، ويقولوا احنا مش هنسيبك إلا ما تحدثنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم طالب
يريد أن يسمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يطلب الرواية عن الإمام البخاري، فكانوا يجلسون يغلبوه على نفسه، يعني مش هنسيبك إلا لما تحدثنا أو تقوم أو إحنا نستملي أن هم يكتبوا عنه ما سمعوه في من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده لشغف طلبة العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللثقة الكبرى اللي وثق فيها أهل العلم في الإمام البخاري، نظراً لانضباطه في طريقة التعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنهج الذي وضعه مما تعلمه الإمام البخاري من أشياخه وأساتذته. فرحم الله تعالى الإمام البخاري رحمة واسعة.